مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا بحضراتكم معنا من خلال هذه الحلقه الجديده لبرنامج اطياف. هذا البرنامج الذي نغوص فيه مع حضراتكم في مختلف اطياف المجتمع الكندي والانساني. عندما يقرر الانسان الهجره الى وطن جديد فهو بدون شك قرار ليس بالسهل. وهي قفزه كبيره الى الامام ربما في بعض الأحيان تكون قفزة في الظلام لأنه يذهب إلى مكان لا يعرفه تماما البعض الآخر قد يقوم, قد يقوم بالدراسة وبعمل بحث كبير عن المكان الجديد الذي سوف يستقر فيه لمحاولة تقليل المخاطرة فتكون مخاطرة محسوبة ولكن في نهاية الأمر هي مخاطرة في كل الأحوال المهاجر لا ياتي وحده الى الوطن الجديد فالمهاجره او المهاجر الام والاب يصطحبون معهم اطفال صغار وربما ينجبونها هؤلاء الاطفال في البلد الجديد هؤلاء الاطفال على عكس الاباء لا توجد لهم رابطه قويه مع المجتمع الاساسي لهم او مع وطن المنشا ان اردنا ان نقول فوطن المنشأ بالنسبة لهم ووطنهم الوحيد هو كندا أو البلد التي نشأوا وترعرعوا فيها. اختلاف المنظومة القيمية بين الأم والأب من جهة وبين الأبن والأبنة من جهة أخرى يؤدي إلى نوع من الصراع الداخلي والاضطرابات بين الجيل الأول والثاني. إلى أي مدى تكون هذه الاضطرابات؟ وما هي وسيلة علاجها إن أمكن يسعدني أن يكون ضيفي اليوم في حلقتنا الدكتور نادر عطلة وهو أخصائي في طب الإدمان ومحاضر في جامعة كالجري دكتور نادر يعني شرفتنا ويسعدنا جدا أن تكون معنا في حلقة الليلة أهلا بك يا محمد أنا مبسوط جدا أن أكون معك النهاردة شكرا جزيلا يعني بداية لو بدأنا نتحدث عن هل يمكن القول ان هناك امراض نفسيه او اضطرابات عقليه تصيب الجيل الثاني تحديدا دون غيره؟ يعني هل هناك اضطرابات خاصه بالجيل الثاني من المهاجرين؟ اضطرابات نفسيه او عقليه؟ سؤال جميل جدا يا محمد بس انا ما ظنش ان في امراض معينه تخص الجيل الثاني انت هتلاقي الامراض النفسيه المشهوره الاكتئاب الفصام القلق الوسواس القهري موجود في الجيل الثاني الثالث الاول وهكذا فما فيش مرض معين هلاقيه انا مش بس الانواع الامراض حتى النسبه يعني مش هلاقي مثلا الجيل الثاني الامراض النفسيه فيه اكتر من الجيل الرابع مثلا او من الجنرال بوبوليشن لا هو النسبه واحده والامراض عامه فيش حاجه معينه مرض معين اقدر اشخصه للجيل الثاني. طيب يعني خليني يعني اضع السؤال بصوره يعني اكثر تحديدا. اود ان اسال يعني ما هي المسببات الرئيسيه للامراض والاضطرابات النفسيه للجيل الثاني من المهاجرين؟ ما هي التصرفات التي قد يكون بها الام او الاب يعني أو من يحيطون بالجيل الثاني من المهاجرين التي يمكن أن تسبب هذه الاضطرابات ما هي التصرفات الخاطئة أو التصرفات التي تزيد من شحنة الاضطراب عند الجيل الثاني من المهاجرين بالنسبة أنت بتسأل إيه العوامل التي ممكن تسبب مرض نفسي بص هو ممكن يكون نوع التربية والصراع اللي هيحصل ما بين الجيل الاول والجيل الثاني هو اللي يسبب مرض نفسي او يكون عامل من العوامل المسببه للمرض النفسي، هو السبب الاساسي في المرض النفسي بيبقى العامل الجيني الوراثي، يعني الاب عنده مرض والام عندها مرض مثلا فصام والاب عنده مرض فصام والام عندها مرض فصام، في نسبه عاليه جدا من الاولاد هيكون عندهم المرض ده. الا انك لو بتسال على الحاجات البيئيه او الاسريه اللي ممكن تساعد في ظهور المرض النفسي اه في في بص في نوع من التربيه معين اللي بيغلط في آه الجيل الاول بالنسبه لتعامله مع الجيل الثاني فممكن يسبب مرض نفسي وهو ده يخليني ان انا اقول لك ان هو في اربع انواع للتربيه مشهورين يعني في جميع المجتمعات بس في نوع منهم مشهور قوي في وسط الجيل الاول اللي بيجوا من الدول الناميه آه انا لو انت سالتني ايه هم دول بص هم اربعه يعني اسمهم بالعربي في النوع الاول اللي هو authoritative ده اللي هو النوع الحلو اللي هو ده النوع الحازم ده نوع كويس جدا ما بيعملش مشاكل نفسيه ده النوع اللي بيبقى فيه بالانس ما بين الحب والمشاعر وفي نفس الوقت الـ 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 القوانين والقواعد للبيت وقواعد التربيه فكل ما بيبقى فيه توازن كل ما يكون العيال أصحاء ويكون عندهم المستوى الدراسي عالي جدا والمستوى الاجتماعي والثبات النفسي برضو عالي جدا إذا هو ليس ليس يعني يعني بمعنى الكلمة authoritative أي سلطوي ولكن يعني يمكن أن نقول أنه assertive حازم يعني لا يفرض سلطته على على الأولاد ولكن يعني إيه يكون حازم ويحدد الشيء إذا اضطر الأمر إلى ذلك، يعني في بعض الأحيان لا يمكن أن أترك الخيار مفتوحا تماما للأولاد، في بعض الأحيان أنا كولي أمر لابد أن أكون حازما وليس قاسيا. يعني حزم بهدوء. يعني أصر على الأمر بدون أن يعني يرتفع صوتي وأهدد وأرعب الأطفال، ولكن أنا صارم وممكن مع ابتسامة. يعني أقول: كلا هذا لن يحدث. لا يجب ان نفعل ذلك بهدوء وبابتسامه اليس كذلك يعني ببساطه في ديمقراطيه اوكي وفي حب وفي تفاهم وفي كومينيكيشن موجوده مع وجود القواعد فالنوع ده ممتاز جدا اللي هو النوع الحازم في نوع بقى تاني يعني ده النوع الصحي الحلو في ثلاثه انواع تانية الانواع دي مش مش كويسه بتؤدي لمشاكل الاوت بتاعها مش حلو في نوع تاني اللي هو البرميسيف او المتساهل اللي هو بيدي حب وحنان وكلام وكده بس ما تلاقيش فيه اي قواعد وما فيش اي كنترول وتلاقي ما فيش اي ستراكشر او حاجات بنمشي عليها ولا بنحددها ولا تعليم ولا حاجه انما في مشاعر اه في مشاعر فتلاقي الاب بياخد من اول من الصغر بياخد دور الصاحب وليس الاب او الام هتقولي ما الصاحب ده كويس يعني في سن المراهقه كويس اه لا بس هو ده من يوم من داي 1 انا ما بقولش قواعد وانا بتجنب ان يبقى في مواجهه وبتجنب ان انا اقول ايه الصح وايه الغلط وانا يعني عارف اللي هو آه الاب الكول كده اللي هو يبسط كل الاولاد والعيال بتحبه واللي بيرنز ذا شو بقى هو الـ الـ الاطفال يعني طب هتقول لي طب ما ده حلو يعني شكله كويس هو اه السكيلز السوشيال سكيلز اللي هي المهارات الاجتماعيه عند الولاد دي اللي هتتربى في البيئه دي بتبقى كويسه الى حد ما الا ان النمو الدراسي بتاعهم والتفوق الدراسي بيبقى قليل جدا برضو بيبقى عندهم سلوكيات خطره يعني مثلا تلاقي المخدرات موجودة وتظهر في أي سن المراهقة ممكن تلاقي آآ 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 الأمار ممكن تلاقي يعني حاجات ريسكي كلها تؤدي لمشاكل لأن ما فيش كنترول فأنت أي حاجة هتطلع أي فكرة تحصل نجربها وخلاص يعني, يعني, يعني هنا على عكس الاعتقاد كما أشرت أيضا يعني الناس كثيرة تعتقد أنه يعني عندما أكون صديق لابني أو بنتي هذا شيء جيد يعني هذا هو أفضل أنواع الأبوة إن أكون صديق لابني أو بنتي يعني بالذات في سن المراهقه يعني في حدود مثلا 13 او 14 سنه اني اصبح صديق لابني او بنتي ولكن هنا اشرت طبعا الى شيء مهم جدا انه بما اني صديق الصديق لا يملك السلطه او فرض شيء اذا اقتضى الامر طبعا اذا اقتضى الامر انا كصديق لا املك سلطه فرض شيء على صديقي فانا اذا فقدت ميزه الاب او الام الحازمه بدون استعلاء طبعا وبدون قسوه وقهر اذا انا في بعض الاحيان قد ينفلت مني زمام الامر كما اشرت و... ويعني ينخرط ابني او بنتي في المخدرات او في اي تصرفات سلبيه اخرى. احنا عاوزين دايما نوازن الحب والمشاعر والاهتمام مع القواعد والرولز والاستراكشر اللي احنا بنحطه. في يبقى احنا قلنا في النوع اللي هو الحازم ده حلو بعد كده النوع المتساهل ده مش كويس بيؤدي لمشاكل في النوع اللي هو ان انفولفد اللي هو مش متدخل يعني هو بعيدا طريقه البعد بعد على المستويين يعني هو مش يعني ما فيش استراكشر وما فيش قواعد وبرده ما فيش علاقه وما فيش حب وما فيش كلام ما فيش اي حاجه يعني هو بالعافيه بيبقى بيشتغل يجيب شويه فلوس يربي العيال يجيب لهم اكل يجيب لهم شرب ممكن يوديهم مدرسه ذات ست. فعلى المستوى ده اي 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 الاب اللي هو متجاهل ده تماما او الام اللي هي متجاهله ده طبعا يعمل مشاكل غير عاديه، يعني مستوى دراسي بيبقى قليل جدا لان العيال ما حدش بيقول لها بتذاكر يعني ما حدش اساسا بيقول لهم ذاكروا. وعلى المستوى الاجتماعي العيال مش عارفه ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ايه المكان اللي يتراح وايه اللي ما يتراحش. فانت بتلاقي المتجاهل الناحيه طريقه التربيه المتجاهله دي على المستويين العلاقه الكوميونيكيشن والقواعد والتحكم الاثنين مش موجودين فبتلاقي النتيجه وحشه جدا. يعني هنا الام او الاب يتعاملون مع الطفل وكانه شيء مثل سيارتي. يعني عندما يفرغ الوقود أملأها بالوقود عندما تفرغ المياه أملأها بالمياه عندما مثلا تتعطل الـ الـ يعني العجل مثلا او دولاب السياره اغيره اكثر من ذلك لا اقوم باي شيء يعني وكان وكان هذا الطفل هو شيء جماد يعني يحتاج الى صيانه فقط فاطعمه واعطيه الملابس ويذهب الى المدرسه ولكن لا يوجد الجزء الانساني منعدم تماما فلا اهتم بالتنمية العقلية والتعامل العقلي مع الطفل لا اهتم بالتعامل النفسي مع الطفل وهنا يكون الطفل ايضا يعني شريد يتحول يعني يشرد تماما ولا يجد لا توجد اي بصلة معينة توجه الطفل يمينا او يسارا لان الام والاب يتعاملون معه كشيء واجب انا ودي يعني هذا الطفل هو مجرد واجب في حياتي وادي واجبي نحوه وهذا و... و... وانتهينا يعني وكفى بذلك اه اللي هو عاوز اخلص يعني يعني ع... عارف ودايما بتحصل لو الاب والام عندهم ادمان او الاب والام بيشتغلوا ناجحين جدا يعني شايف حاجتين عكس بعض طبعا لو اب وام مدمنين بيشربوا كحول ولا بتاع مش دريانين بيعملوا ايه والعيال بتعمل ايه ولو اب وام ناجحين جدا وعندهم بيزنس عندهم شركه كبيره عندهم حاجه بيعملوها واخده كل وقتهم برضو بيجيب للواد فلوس وبياكلهم وبيشربهم خلاص ما اعرفش حاجه اكتر من كده عن العيال. في بقى النوع الرابع احنا يعني قلنا النوع الحازم وده احسنهم، بعد كده في النوع اللي هو المتساهل وده بيعمل مشاكل، في النوع المتجاهل اللي هو بيتجاهل كل الاحتياجات من دراسه لتربيه لقواعد لكله، في النوع بقى اللي مشهور عندنا في البيئة العربية وموجود في ال ال... أغلب الدول يعني ال... ال... النامية ال... اللي هو الأثوريتيريان اللي هو المتسلط ده النوع بقى اللي هو انت مفيش حب ومفيش مشاعر ومفيش تواصل ومفيش كوميونيكيشن بس في قواعد بقى وفي رولز وفي كنترول وفي عقاب وفي و... 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 خطوط حمراء ما نعدهاش و... وكده ده نوع هتقول لي يعني يعني وقت النوم وقت النوم، وقت المدرسه وقت المدرسه، ممكن اقول لهم على حاجات دينيه هتتعمل هي هتتعمل، ما اشرحش ليه تراديشنز مثلا وحاجات احنا بنعملها في الثقافه ايا يعني كانت الثقافه اللي انت جاي منها هتعملوها هو كده وخلاص. طيب انت الاوت بتاع الـ الطريقه السلطويه دي ايه يعني؟ لو كامب بص على مستوى الدراسه تلاقي ساعات بيبقى كويس، هتلاقي العيال ناجحه، ممكن العيال تخ... تجيب جي بي اي عالي وتخش كليات كويسه، بس بقى على المستوى الاجتماعي والمستوى النفسي والثبات النفسي لا بيبقى فيه مشاكل كتيره، وتلاقي بقى مشاعر سلبيه متراكمه موجوده منها خوف وقلق و... و... وصغر النفس والكره والغضب و... وعارف العيال المعقده؟ ايه العيال بقى العيال المعقده دي يعني هي عيال يعني هي كوليكشن كده مع بعض اللي هو هتلاقي فيه احساس بالذنب على احساس بالنقص على احساس بالخوف على احساس بالكره على احساس بالغضب جمع دول مع بعض دي بيبقى نتيجه التربيه السلطويه. يعني دي توليفه <applause> توليفه قنبله موقوته يعني يعني هي توليفه جاهزه للانفجار في اي وقت. يعني كلها سلبيات سلبيات كلها مشاعر سلبيه تحتاج الى يعني اصغر مؤثر خارجي لكي تنفجر تنفجر في وجه صاحبها ووجه من حوله ايضا يعني يعني هنا طبعا هنا مفهوم الابوه الصحيحه في مجتمعات كثيره من ضمنها المجتمعات الشرقيه هي فكره انه انا اعرف وانت لا تعرف انا كبير وانت صغير انا عندي خبره وانت ليس عندك خبره يعني انا انظر الامور بشكل اصح وانت قاصر النظر فهنا هناك سلطه يعني الادنى لابد ان يستجيب الى الاعلى دائما طيب يعني هناك بعض الاباء عندما ياتون الى الوطن الجديد يفكرون انه من افضل الوسائل للحفاظ على العادات والتقاليد الخاصه بوطن المنشا لنا هو ان اخذ هذا الطفل واضعه في مدرسه هذه مدرسه خاصه هذه المدرسه تدرس بشكل شبيه جدا بطريقه التدريس في الوطن المنشا اغلب الطلبه اللي في هذه المدرسه من نفس المنشا آه وبعد ذلك اصطحبه آه الى دار عباده معينه آه هذه دار العباده ليس فقط فيها آه يعني تقارب ديني بيني وبين الم يعني آه الذين يترددون على هذه الدار او العاملين فيها ولكن هناك ايضا تقارب آه عرقي وثقافي ايضا. يعني هم يمارسون نفس الدين ويتحدثون نفس اللغه مثلي. وحياه طفلي تنحصر بين هذا وذاك. يعني حتى اذا اراد ان يمارس بعض الانشطه الرياضيه او الثقافيه او ما الى ذلك يذهب ل يعني قسم الانشطه في دار العباده هذه او في هذه المدرسه. ويعتقدون انه بهذا الشكل انا احافظ على طفلي من التاثيرات السلبيه لهذا المجتمع الجديد. هل هذا تصرف صحيح وما تاثيره على الطفل في المستقبل؟ بص انت يعني انت قلت كذا نقطه كلهم حلوين. انا مش عارف اغطي اني نقطه بس انت قلت نقطه اللي هو ايه دور ايجابي وسلبي اللي هو له ويتلقن والاكتف باسف دي الموديل ده فانت بتحاول تحطه في في المجتمع اللي هو نفس القواعد اللي انت كنت ماشي عليها لما تربيته وانت صغير اللي هو اكتف باسف اللي هو ايجابي وسلبي او اللي هو نشط وغير نشط اللي هو عارف انت اما بنروح لدكتور في مصر ولا سوريا ولا, ولا, ولا اي اي بلاد دول الناميه دايما اللي بياخد الدور الاكتف الدكتور والعيان ياخد الدور الباسف حلو وبرده نفس الوضع الاب والابن الابن يقول حاضر يا بابا حاضر يا بابا والاب هو اللي بيفهم وهو اللي عارف وهو اللي بيحمي وهو اللي بيجيب الفلوس وهو اللي بيحافظ علينا هنا الوضع مش كده يعني انت الدكتور في مصر بت... مثلا بتقول للعيان بص انت عندك ضغط وعلاجه هو الدواء ده هتجيبه وهتاخده حبايه واحده على الريق خلاص خلصنا العيان طالع مبسوط ويقول الدكتور ده احسن دكتور في العالم حلو نيجي بقى هنا انت الـ الـ هنا الموضوع لما تيجي تكشف حتى احنا لما جينا نعمل المعادله عشان تبقى دكتور هنا دي اهم نقطه يعني حذرونا منها هتسقط في امتحاناتك لو انت مش متعلم الطريقه دي ان انت لازم تسال العيان هو شايف ايه وهو عارف ايه عن الموضوع وهو شايف ان الموضوع يتحل ازاي فانت بتيجي عيان تقول له بص احنا شافنا ان انت عندك ضغط انت شايف المفروض نعمل ايه او ايه اكبر مخاوفك او ايه شايف الحلول ممكن تكون ايه انت متخيل فالعيان يرد ويقول لي ده انا قريت ده انا شفت ده أنا عرفت ده انا سالت وياخد هو القرار وانا ابين له ايه بس العيوب والمميزات بتاع القرار ده انت لو استخدمت الطريقه دي مع واحد من 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 مصر آآ آآ هيقول الدكتور ده ما يفهمش، ده الدكتور جاي يسالني يقول لي هنعمل ايه؟ شفت الخيبه؟ هو ده دي الطريقه فانت انا بفهم لك الوضوح ايه؟ فانا حتى انا ساعات بتلخبط يعني بيجي عيان عربي وبعدين بعدها لان انا بتكلم عربي فالعيانين كتير بيبقوا عنده عرب وبعدين بيجي عيان كندي وبعدين عيان عربي فلازم انا احول على طول اه الـ الـ العلاقه ما بيني وما بين العيان الكندي اكتف اكتف انا هقول له ايه رايك وانت شايف ايه العيان العربي لا انا اكتف وهو بس هو ده اللي هيتعمل وهو دي احسن حاجه حلو المشكله بقى الجيل الاول والجيل الثاني الاب والام بيجوا من الثقافه دي فاكرين ان هي دي اللي بتحمي العيال في المجتمع ده فيبقوا متخيلين اوكي انا اتربيت في البيئه دي وبالطريقه دي وفي المدرسه دي وبالكلام ده وباللغه دي وبالدين ده العيال لازم تطلع كوبي وبيست من بس فيبدا يحط زي ما انت بتقول كده في المدرسه دي وبالطريقه دي وسحب العيال دي والولد يحطه في قوقعه كده او يسميها فقاعه بس الفقاعه دي بقى هيجي وقت هتتخرب ودي المشكله ان الولد ده اللي انت حطيته في فقاعه ده هيجي وقت الولد ده هيشتغل ويروح المجتمع جديد او هيرتبط او هيجي يعمل بيزنس او هيتحط في مشكله او هيكلم الجيران يعني هيجي وقت وهو هيطلع فلازم انت تحط انا مع فكره البالانس اللي احنا عاوزين تلغي ثقافتك تماما وترتبط بالثقافه الجديده ولا ترتبط بالثقافة الجديدة وتلغي أو سوري ترتبط تخليك في ثقافتك القديمة هي هي وما تنسى وما تتقربش من الثقافة الجديدة أنا عاوز البالانس مش عاوز الناس تتحرك عارف زي البندول أروح بلاك ووايت أبيض وأسود لا خلينا في النص نتعلم من الاتنين ناخد الحلو من الاتنين وحاجة برضو مهمة إن إحنا لازم نعرف من الاحتياجات في في عالم كده اسمه ماسلو ده طلع لك هرم كده هرم سماه هرم الاحتياجات فقال لك الهرم ده الاساس في الهرم الاحتياجات الاولى هو الاحتياجات الفسيولوجيه حتى الاكل والنوم والدفى والميه والجنس دي الاحتياجات الاساسيه اللي الانسان عشان يعيش محتاجها بعد الاحتياجات الفسيولوجيه دي في الاحتياجات بالاحتياج بالامان اللي هو في بوليس في حد يحميني او انا احمي نفسي او اجيب بقى مسدس واحطه معايا في البيت لو حد اتدخل عليها هروح اضربه يعني المهم لازم في احساس بالامان يعني المشكله احنا في مجتمعاتنا ان احنا لسه في بن بنحاول نفلفل او ن ن ن نرضي الاحتياجين دول الاحتياج الفسيولوجي الاحتياج السرفايفل والاحتياج بالسيفتي يعني اللي هو بالامان الناس هنا في مستوى تاني هو هو هنا لو واحد قرر ان هو يبقى هومليس وحب ياخد فلوس والحكومه هتساعده هتساعده ده هتجيب له مكان وتقعده فيه وممكن ياكل ببلاش يعني انت خاف ان انا اخاف ان انا اموت من الجوع دي مش هتحصل هنا اخاف برضو ان البوليس ما يبقاش قوي يعني دي مش هتحصل هنا يعني فالولاد هنا مش دي احتياجاتهم الولاد عارفين ان دي احتياجات اوريدي موجوده احتياجاتهم حاجه تانية بقى احساس بتقويه الذات واحساس بالثقه بالنفس واحساس تحقيق الاحلام حاجات بقى ايه تانية اكبر مننا احنا شويه يعني مش بل... ممكن الولد يبقى كبير تقول له مثلا ايه انا عايزك تبقى مهندس عشان المهندس بيكسب وبتاع يقول لك بابا انا مش عاوز اكسب يعني اي حاجه انا عاوز بس اهتم بالفن لان هو ده اللي بيديني احساس بالاشباع تقوم الاب يفتح بقه كده ياد في على انت عاوز ايه يا خليك مهندس خليك دكتور خليك وتحدد له يعني طريق معين تمشيه عليه وعاوزه يمشي عليه وخلاص هو يا عم مش دي احتياجاته هو هنا بنسمي بقى الهرم في أه هم دول الناس هنا في اخر الهرم اللي هو ايه؟ سيلف أكشواليزيشن تحقيق الذات اشوف البوتنشال بتاعي ايه واقويه موهبتي فين واعملها افرض انا في السباحه هو ده طريقي خلاص هي السباحه مش لازم ابقى دكتور خلاص هو السباحه يعني هو ده طريقي فانت الاستيم نيدز والسيلف أكشواليزيشن نيدز هي دي اللي بي 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 دي النيدز اللي الولاد والمجتمع هنا بيركز عليها هما المجتمع تطور احنا لسه في ما وصلناش للمرحله دي يعني يعني هو فعلا يعني يمكن ويا ريت لي طبعا يعني هي يعني العقل البشري او المخ المخ البشري بينقسم الى ثلاث مستويات يعني فيما نطلق عليه يعني العقل الزواحف يعني اللي هي اللي هي الاحتياجات الاساسيه مثل الجنس النوم، الأكل، الشرب، الدفاع عن النفس آه، ثم هناك يعني جزء أرقى في العقل وهو ما يطلق عليه آه يعني آه عقل الكائنات ذات الأطراف أو الثدييات مثلاً هو أن الأم تحب أولادها والـ والـ ومثلاً أن الرجل يشعر بالغيرة تجاه يعني شريك شريك الحياه او المراه تشعر بالغيره تجاه شريك الحياه يعني فكره المجتمع او الاسره ثم هناك العقل بقى الانساني الذي يؤدي الى الابداع والتفكير والبعد عن النمطيه ويعني الابتكار فانت تقول يعني انه للاسف في مجتمعات كثيره المجتمعات الرئيسة أو المجتمعات الـ 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 التي ينشأ منها، مجتمعات المنشأ الكثيرين جدا من المهاجرين تعتمد فقط على العقل الزواحف أو عقل الثدييات، يعني الاحتياجات الأساسية. طالما أنا يعني أوفر لـ 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 لطفلي أو لأسرتي الطعام، الشراب، الأمان، إذا أنا أديت دوري كاملاً. يعني فكرة اني بقى افكر مع طفلي وان أفكر في يعني ابتكار او كيف ينشئ نفسه وكيف يحتاج لا انا اعيش حياة نمطية النجاح يعني انك تتخرج بـ بـ بهذا المجموع وتدخل هذه الجامعة وتتوظف هذه الوظيفة وانتهينا يعني يمكن كما اشرت سابقا يعني اجد ان هناك علاقة هنا انه الطبيب عندنا مثلا اذا وجد ان المريض مصاب مثلا بورم خبيث عندنا انه عاده لا يخبر المريض بهذا الامر ويعتبر الطبيب غريب اذا اخبر الشخص ان انت عندك ورم خبيث يخبر اهله مثلا ولكن هنا اذا وجد ورم خبيث يخبر الشخص لان لان الانسان هو صاحب القرار في حياته لا يوجد كائن من كان مخول له او من حقه ان يتخذ القرار نيابه عني ممكن انا اقول انا لا اريد ان اتعالج انا اريد ان احيا حياتي بدون جراحات مؤلمه واعيش ما تبقى لي من عمري هذا قراري انا او اريد ان ان اعالج يعني فهل يعني هل هل, هل تعريفي هذا صحيح انه يعني مستوى الادراك او مست او جزاء المخ اللي مستخدم في مجتمعات كثيره اقل من ما يستخدم هنا انت <applause> مفكرني بقصه معينه ان ان يعني هي كان في خناقه على هي تتجوز مين يعني يعني ف فاهلها برضو فيرست جينيريشن فبيقول لها احنا بنتجوز وبعد كده نحب فهي جت البنت دي 25 سنه يعني ايه اللي يتجوز ويحب البنت مولوده هنا بس هو الـ الاب والام فيرست جينريشن فقلت لها بصي الناس دي لسه عايشه في السرفايفل مود فايت اور فلايت يعني لسه عايشه عارفه اللي هو انا لازم اتجوز حد يكون آآ يعني هيخلينا سرفايف يكون بيقدر يكسب كده وحبه والحاجات دي يركن على جنب هتيجي بعد الجواز ان شاء الله فده ده مستوى بصي انت مش هتعرفيه ولا تفهميه ده موجود عندنا في الثقافات يعني لان احنا بنعيش يعني بطريقه وباسلوب ان احنا عاوزين ناكل ونشرب وننام وحد هيحمينا وحد لازم يبقى قوي مش مهم الحب دلوقتي انما احنا هنا الحاجات دي متوفره فاحنا دلوقتي لا احنا هنا بقى انا هتكلم معاهم ما احنا هنا بنحب وبعدين بنتجوز مش بنعمل العكس ف... و... وده شايف الصراع شايف الصراع يعني ترتيب الاحداث ده آه آه بس محتاج بقى تفهم الجنب ده وتفهم الجنب ده ان بابا وماما بيحبوكي وخايفين عليكي يعني هما مش عاوزينك تموتي بس هما مش متخيلين ان احنا هنا احنا هنا الناس ممكن لو ما بتحبش بتموت احنا بقى لا في مصر او في اي دوله يعني م لسه ما وصلتش لهذه المرحله من التقدم انت لا انت مش مهم الحب انت ممكن فعلا تموت لو قعدت في الشارع بدون اكل انت ممكن تموت انما هنا مش هتحصل الموضوع ده ف فالصراعات دي بتحصل على اختلافات يعني انا قلت لك منهم مثلا اختلاف الايه العلاقات والعلاقه تبدا ازاي ده في واحد تاني برده مش عارف مش فاكر كان باكستاني او يعني المهم الاب برده مصر ان لما البنت تتعرف على حد ان الولد هيجي يكلم الاب الاول طب يعني هيكلمها انت حضرتك بتعرف يعني فكره هنا مش موجوده تماما يعني ايه الولد هيجي للاب الاول ازاي هو يعني لازم يكلم البنت على الاقل يقول لها ازيك عامله ايه بتحبي ايه بتكرهي ايه بعدين ممكن يجي يكلم الاسره لا هو مصر في هذا المجتمع الكندي والبنت ما بتتكلمش اللغه بتاعتهم خالص وما تعرفش الثقافه لا هو مصر فالبنت تعمل ايه خلاص كبر دماغها مش بابا ده مش هنساله على حاجه بابا مش 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 عارف هو بيجي إيه ده ماله بابا عيان ولا ايه مش عارف فالصراع ده بيخلق ومش هنقيس يعني بقى مثلا الصراع على الدين، الصراع على نظريه التطور ولا الخلق، الصراع على الجواز المثلي، الصراع على الجنس قبل الزواج، الصراع على اعيش بقى اسيب البيت امتى عند سن 18 ولا عند سن طيب يعني يعني اسمح لي هنا ان استوقفك قليلا يعني هو سؤال اعتراضي ولكنه سؤال مهم في رايي انه يعني اذا وضعت نفسي مكان احد المشاهدين قد يقول يعني هل تطلب مني الان ان اترك كل ثقافتي وكل ايماني بديني وكل معتقداتي وما نشات عليه مع اهلي وتريدني أن أنغمس مع الناس في يعني دراسة الجنس والزواج المثلي وأنا وأترك فكرة يعني النشأة الموجودة في في الكتاب المقدس أو في القرآن من آدم وحواء وهو فقط بنظرية التطور وأن الإنسان نشأ من القرد إلى آخره إلى آخره هل هذا ما تطلبه لكي أحافظ على الاتزان العقلي والنفسي لابني هنا يعني في حقيقة الأمر أنا ما أرى أن يعني ما تطلبه يؤدي إلى تدمير ابني يعني تريدني أن أترك ابني يضيع كي يكون متزن نفسيا هذا ما تقوله؟ أنا أنا عاوز إيه بص أنا مش عاوز برضو بلاك أند وايت يعني مش عاوز هسيب الموضوع خالص ولا أمسك فيه قوي أنا هخليني في النص يعني هديني هديك مثال هتبقى انت هتفهمني يعني انا شايف ان التراديشنز والاديان السماويه والحاجات دي كلها حاجات بروتكتيف حاجات حلوه يعني حاجات تاخد منها حاجات حلوه لان انت لازم طريقه عرضك ليها تختلف شويه اوكي يعني اديني مثال يعني انت واحد مثلا هتقول له ايه صوم رمضان هو كده احنا بنصوم رمضان يعني بنصوم رمضان عشان ربنا هو كده او صوم مثلا الصيام بص الصيام هتاكل حاجات أه هتصوم بالزيت مش هتاكل حاجات اللي فيها لحوم عشان انت مسيحي واحنا اتربينا على كده والكلام ده دي طريقه في طريق دي طريقه دي الطريقه اللي احنا طلعنا فيها هو ده لو بنصوم رمضان او لو انت مسيحي بتصوم الصيام بتاع المسيحيين اللي هو ما فيهوش لحوم دوت ولا بتصوم الطريقه دي او بتعمل او او حتى حتى يعني بقول لك الموضوع في الثقافات كلها مش لازم احنا بس جه عيان او واحد يعني اعرفه مره سالني شاب انا مش عاوز اسمع كلام البابا بيقوله ده اصل اصل بابا بيقعد يقول لي لازم تعمل المديتيشن اللي هي طرق التامل اللي بيعملوها الهندو الطريقه الهندوسيه وقال ايه يقول لي سد مناخيرك بالطريقه دي وتتنفس مناخير واحده وبعدين سد مناخيرك كده و... 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 وايه ده الكلام ده انا مش هعمله قلت له طب انت عارف ان المديتيشن ده من اقوى الحاجات اللي بتعالج علاج نفسي دلوقتي اللي الناس بتستخدمها انه يعني بيساعد على ان انت تتخلص من المشاعر السلبيه وتجيب طاقه ايجابيه و... ف... و... والموضوع اتدرس على الضغط واتدرس على السكر واتدرس على أم... امراض الاكتئاب واتدرس على الناس اللي بتخش مستشفيات عقليه ولقوا ان هو بيساعد فعلا ف... فانت شفت انا عرضتها له ازاي؟ في الواد قاعد بص لي كده آ... ابتدى يسمع بقى وابتدى يكن... يقتنع يكن... ايه ده انا ممكن اللي بابا بيقوله ده الاقي فيه حاجات حلوه طب حاجه مثلا بتصوم رمضان اللي هو انترميت بي... هنسميه هنا انترميتنت فاستنج اه ايه ده انترمتنت فاستنج اللي انا بسمع عليه ان هو مفيد للصحه ومفيد للصيام لل... المتقطع الصيام المتقطع اللي هو فكره الصيام بتاع رمضان او طب هيقول لي طب الفيجيتيريان اللي هو الصيام بتاع المسيحيين اه النباتي الصيام النباتي ده اه انت عارف ان انت محتاج اصلا مرتين او ثلاثه في السنه ان انت تقلب كده تبقى نباتي تماما لان دوت هيخلص من بعض السموم اللي موجوده في الجسم فشايف انت اللغه احنا لسه هنعمل صيام وهنعمل صيام رمضان وهنعمل مديتيشن يعني انا ممكن احافظ على الثقافات والتراديشن والعادات الدينيه اللي انا عاوزها وانقلها للجيل اللي بعد كده بس بطريقه اللي هو بيقدر يسمعها لان هو بيستخدمه العلم في الحكم على كل حاجه هتقول لي لا هو لازم يبقى في ايمان وهو بالايمان ما تقوليش علم دلوقتي انا عاوز هو ايمان يا عم الايمان والعلم ما بيتعارضوش هي الحقيقه الحقيقه واحده اذا هي حقيقه يعني اذا الحق هو حق فعلا وهي حقيقه هتبقى واحده اللي هيبص عليها من الناحيه دي هيقول صح اللي هيبص من هنا من الناحيه دي هيقول صح بس هي بس طريقه العرض واستخدام اللغه والكلمات هيختلف بس الناتج ان احنا عاوزين ولادنا يبقوا كويسين عاوزينهم يتعلموا المحبه ويتعلموا الشكر ويتعلموا ان هم ما ينغمسوش في الشهوات قوي فمثلا مثلا سؤال هو انا ليه ما ما عندي كاجوال ريليشن شيب يعني النهارده عندي بوي فريند بكره في بوي فريند تاني بعده وليه لا هتقول لها لان ربنا قال كده غلط وفي جنه وفي نار الاسلوب ده ممكن نحطه بس يا ريت نضيف عليه لا ان احنا لقينا الكاجوال ريليشن شيب دي بتجيب يعني ده هتؤدي بروتكتد سكس هتؤدي للاس دي اللي هي سكشوالي ترانسميتد ديزيز هتؤدي لايموشنال تراما الامراض المنقوله جنسيا الامراض المنقوله جنسيا تمام طيب. بالظبط هتؤدي للاغتصاب في بعض الاحيان تؤدي للحمل تؤدي لحاجات مشاكل كثيره وندخل نفسنا فيها ليه؟ أنت شايف أنا بعرض الموضوع بأسلوب كل شوية دخل العلم يعني إذا التعامل بالعلم والعقل يعني لأنه في حقيقة الأمر يعني المفروض المفروض أن أي شيء ممنوع أو محرم هو ممنوع لسبب ومحرم لسبب وليس محرم للتحريم وليس ممنوع للمنع فعلي أن أتعب نفسي قليلا وأستقصي وأعرف ما هو سبب هذا المنع أو ما هو سبب هذا التحريم وأعرض هذا على ابني أو بنتي فيقتنع يعني الاجيال التي تنشا هنا غير مستعده ان اطعمها بالقوه الفكره يعني يجب ان اتوازن معه وطبعا يمكن كما اشرت هناك فرق كبير جدا ما بين ان اؤمن بالشيء وان احترمه فرق كبير جدا يعني انا ممكن لا اؤمن بدين معين ولكن احترم احتراما كاملا واحترم معتنقي احتراما كاملا واحترم كتب احتراما كاملا ورجال دين احتراما كاملا آه قد لا أح قد لا آه اؤمن بطريقه حياه معيشيه مثلا من ناحيه الجنسيه او الزواج او الى اخره لا 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 اقتنع بها ولكن احترمها يعني ال ال الاقتناع و يعني حريه الاقتناع والايمان سواء الاقتناع او الايمان هي حريتان مكفولتان تماما من قبل الدستور الكندي ولكن ايضا على في نفس الوقت هناك حريه يعني هناك حريه كامله لكل الخلفيات الثقافيه الخلفيات الدينيه الخلفيات الجندريه يعني او او او, أو الجنسيه فأنا انا حر ان اعتقد ما واؤمن بما شئت طالما هذا لن يؤثر على حريه الاخر. يعني انا لا اقتنع بهذه الممارسه او هذا الدين او هذا الشيء انا حر في ذلك. ولكن انا لست حرا بالمره في ان احترم او لا احترم، يعني الاحترام ليس شيء اختياري، هو شيء اجباري واساسي يعني اعتقد حتى للصحه الانسانيه بعيدا عن القانون وبعيدا عن الدستور. يعني حتى إن لم ينص عليه الدستور لكي أكون إنسانا سويا ومسالما لابد أن تكون يعني الاحترام من أساسيات أبجدياتي في الحياة وهي دي المعاني الاحترام الحب القبول دي المعاني اللي احنا عاوزين نسيبها السلوكيات الخارجية ممكن تتغير من ثقافة لأخرى بس المعاني الجوهر نفسه هو ده اللي نحاول هو ده اللي ننقله على قد ما نقدر و و ومش بالخناق بالحب وبالتفاهم وبالتواصل ليه لان انا لو حاولت اعمل بالعافيه يعني احط بال زي ما انت بتقول بالمعلقه كده واديهم ال الاراء والمعتقدات ده هيعمل صراع نفسي وهيعمل مشاعر سلبيه والتعامل مع المشاعر السلبيه دي في الاطفال هي هيخليهم يجيلهم امراض نفسيه لان انت هو اشهر طرق ال الانسان بيتعامل مع المشاعر السلبيه في الطريقه اللي هي الكبت والقمع ياخد المشاعر ويكتمها ياخد المشاعر ويكتمها وياخد المشاعر ويكتمها عارف ال... يكتم كده ويكبت المشاعر ده هيجي في الاخر يسبب الى امراض نفسيه وامراض عضويه ودي دراسات كتير اثبتتها من امراض ضغط الامراض سكر لسرطان للمناعه هتقل لإكتئاب، ل... 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 لقلق للسكيزوفرينيا يعني حاجات كتيره جدا بسبب بس ان انت بتعمل كبت للمشاعر غير كده ان انا مش بس هكبت المشاعر ان انا ممكن هعمل لها اسقاط على الناس بقى ان انا لو انا عندي احساس بالذنب لاني بتعارض مع بابا في الاراء ما هو التعارض مع بابا في الاراء ده ومش قادرين نوصل لحل وسط هيخلينا احس بالذنب وهيخلينا احس كمان بالخوف ما انا لو مذنب يبقى لازم اخاف لان في عقاب ولو انا هخاف أه هكره للناس اللي انا بخاف منهم فهيبقى في كره وهيبقى في غضب فانت المشاعر دي كلها بتتراكم فوق بعض هبدا اسقطها بقى فهبدا اشوف ان ان الناس اللي حواليا مرعبه وهبدا اشوف ان الناس اللي حواليا مذنبه وهبدا لان دي دي ديفنس ميكانيزم حيل دفاع نفسي بعملها مش بس كده بقى لا ده انا هيبدا الافكار والمشاعر اللي عندي تلون البيئه اللي حواليا فانا لو انسان محب نفترض انا عندي مشاعر حب هلاقي البيئه اللي حواليا كلها محب والانسان اللي مليان مشاعر خوف تلاقي عنده مواقف كتير وحاجات بتحصل في حياته ترعبه وتلاقي اللي خايف من السرطان في احتماليه كبيره ان يجيله سرطان واللي عنده مشاعر احساس بالذنب يحس ان العالم مليان حاجات تثير الشهوات واللي عنده احساس بالغضب يحس ان العالم كله بيحاول يترجر الغضب بتاعه ده وان الحاجات كلها بتنرفزه فانت يعني زي ما بنقول انه يعني بدلا من يعني انت انت تحصد ما تزرع يعني انت تحصد ما تشعر يعني طاح طيب ما تشعر به، إذا كانت عندي مشاعر يعني إيجابية وتفاؤل فأجد العالم حولي سيكون سهلا وسلسا، إذا كانت عندي مشاعر سلبية وتشاؤم ودائما أنظر إلى نصف الكوب الفارغ وليس الممتلئ العالم يضيق حولي ويكون عالما ظلاميا، يعني دائما يعني مثلما أشعر يعني يكون العالم من حولي مماثلا لشعوري. كده اللي احنا بنسميها علم الكوانتم فيزيكس. اللي هو ال ال انت الـ النية بتاعتك والإنتشنز والفيلينج والثوتس ممكن تأثر على materialistic فورمز يعني الحاجات المادية فتبقى حقيقة فعلا. آه وناس بتقول إن الصلاة وإن الدعاء دي دي ده الميكانيزم بتاعها بس احنا مش هنخش في التفاصيل دي إلا أني يعني أقول لك إن اللي أنت المشاعر الموجودة يعني انت لو في صراع ما بين الجيل الثاني والجيل الاول، عمل مشاعر سلبيه، المشاعر السلبيه دي هتؤدي الى امراض عضويه، هتؤدي الى امراض نفسيه، هتؤدي الى مشاكل في العلاقات لانك هتبدا تسقط هذه المشاعر على الاخرين، هتؤدي ان البيئه فعلا حواليك تتغير وتبقى بيئه سلبيه لان مشاعرك سلبيه. وكما اشرت سابقا يعني بدلا مثلا اذا كان اب او ام يريدون اقناع ابنهم بالصلاه او الذهاب الى الكنيسه او الـ او الجامع مثلا بدل من يقول له لا بد ان تصلي وهكذا بالعكس يعني كما اشرت الان يعني اشرح اهميه الصلاه بشكل علمي ايضا وتواصلها مثلا بالفيزياء الكميه مثلا يعني وعلاقتها بالذبذبات وعلاقتها بـ بـ بالكون ويعني ناحيه علميه ناحيه علميه طيب يعني في النقطه الاخيره هنا في الحوار انه يعني دائما يقال انه يعني الافعال اهم بكثير من الاقوال يعني انا اذا كنت يعني اقول لابني انه الحريه شيء هام جدا والتعدد الثقافي شيء رائع جدا والتنوع الفكري هو افضل شيء في الوجود ولكن ابني هذا يلاحظ ان كل اصدقائي من خلفيه ثقافيه ودينيه واحده فقط لا غير ونفس الشيء بالنسبه للام وانا شخص منغلق جدا في حواراتي مع اصدقائي مثلا يعني لا اقبل الراي الاخر اي شخص اتحدث معه وجها لوجه او حتى في الهاتف اذا اختلف معي في الراي يكون عدوا لي ف يعني هل يمكن ان ينشا الطفل سويا ويتعلم هذه هذه الحريه و... و... و يعني التحليل الفكري والثقافه المتعدده فقط من كلامي له ومحاضراتي له ام انه ممكن ان يعني يتهمني عفوا ابي امي هذا نفاق يعني كل... يعني انتم انتم تقولون ما لا تفعلون يعني كلامكم في وادي و... و... وتصرفاتكم في وادي اخر حضرتك دي نقطه مهمه جدا ومن الحاجات اللي بتعمل صراع نفسي للاطفال ان الاطفال هنا متربيه في المدارس وفي التعليم ان ليهم تفكير تحليلي وتفكير منطقي وتفكير نقدي يعني هم بيعلموهم مش اي حد يقول لك اي حاجه تصدقها ومش اي حاجه تقراها على الانترنت توافق عليها شوف الايفيدنس بيزد انفورميشن ان ايه الاستاديز قالت ايه الاراء كلها قالت ايه فبيبدا هو لوحده كده يقرا مثلا حاجه في الجريده ولا في حاجه ولا في اعلان هو يبدا يعرف لك ده صح ده غلط ده بينافق ده حقيقي ده فيه مفيش فيه في انتجريتي ولا ما فيش في في اونستي وفي امانه ولا ما فيش امانه فانت مجرد ما تقول حاجه وما تعملهاش ياخد باله في ثواني منها اوكي طيب يقوم هو بس انت بابا فما مش هينفع يواجهك لان انت بابا وانت معلمه ان احنا ما فيبدأ ده يخلق صراع، هو بابا فعلا إنسان اونست وانتجرس ولا في ولا هو إنسان منافق ولا هو إيه بالظبط؟ فأنت كده دخلت مشاعر كره على مشاعر نقد على مشاعر حب على مشاعر فهم لخبطت الولد عاطفيا داخليا اتلخبط، اللخبطة دي هتبقى هي الذرة اللي ممكن تسبب مرض نفسي، هتبقى هي حتى ممكن تسبب إدمان، لأن أنت المشاعر دي لو مش قادر تتعامل معاها اوكي؟ هتدري عليها بشويه كحول هتدري عليها بـ بـ بمخدرات هتدري عليها تقعد قدام النتفليكس بالعشر ساعات في اليوم، تقعد قدام اليوتيوب بالست ساعات في اليوم، تاكل كتير او ما تاكلش خالص، تقعد تشتري، في ادكشن دلوقتي تو شوبينج، وفي ادكشن تو نتفليكس، وفي ادكشن تو دراجز، وفي ادمان لجميع آآ 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 اي حاجه بنسميها كرونيك سكيبزم يعني الهروب المزمن أنت عاوز تهرب من مشاعرك طول الوقت لأنك مش مستحملها. فأنت ممكن يكون الجيل الأول هو من مسببات الحاجات دي. فإحنا لو قلت لي نصيحة أقول لك نصيحة إن إحنا ما على قد ما نقدر على قد ما نقدر إن إحنا اللي نقوله نعمله. و... واللي بنعمله لو مش عارفين له إجابة ليه بنعمله نشوف حد يكون عارف له إجابة. وهتلاقي في كل مجتمع وفي كل ثقافة وفي كل دين هتلاقي في ناس عارفة الحقيقة فين وعارفة إزاي يعرضها بطريقة علميه وبطريقه واضحه وطريقه تحرر الولاد من اي افكار سلبيه فمش عيب حتى لو انت يعني عارف ما انتش عارف مثلا قضيه زي قضيه الاجهاض مش عارف اجهاض ما احنا كده بنموت بنموت يعني طفل اكيد ده غلط يعني اكيد الاجهاض بس بس برضه ده ممكن يكون بنحمي لو بنت عندها 15 سنه هنعمل لها اجهاض طب ما انا عاوز حد يرد على الاسئله دي طب الجي مارج ده طب ما من حقهم يتجوزوا برضه ما هو لو هي دي المشاعر ما بتتغيرش وهو زي ما يكونوا مولودين كده من حقهم يتجوزوا ولا ما يتجوزوش ولا يعملوا ايه هتلاقي في ناس في كل مجتمع بيبص ما بيعملش الطريقه دي ويروح الاكستريمز بيبقى في النص وبيعرف يعمل بالانس ويرد على الولاد ويرد عليهم بالطريقه اللي يفهموا بيها. الحاجه بقى اللي عاوز اضيفها ان الطريقه دي مش هتعجب الفيرست جينريشن مش هتعجب اللي هو الجيل الاول مش مهم انا مش عاوزها تعجبك انت انا بعملها عشان الجيل الثاني. يعني الطريقه انا مش بتكلم على الجوهر الجوهر هيتنيه اللي هو الحب وقبول الاخر والتضحيه والزكاه والصدقه وال المعاني دي وان انا اصدق في وجود قوه اعلى مني اللي هي هسميها ربنا بس استخدام الاسلوب في عرضها هيبقى مختلف احنا بس كجيل اول المفروض نبقى عارفين ان هو ده اللي الجيل التاني محتاجه فنديهم لهم بدل ما ما العيال هتروح بص بدل ما ابقى انت مش نافع كده خلاص انا هروح كده لا انا عاوزينهم يقعدوا في النص لان دايما اللي في النص هو اللي بيعوم على السطح الباقي بيغرق يعني دكتور نادر عطله يعني لا اجد الكلمات لشكرك لهذه المعلومات القيمه جدا اللي افدتنا بها يعني اليوم واعتقد ان الساده المشاهدين استفادوا بها كثيرا ويعني انجاز لي اخيرا ان اوجه نصيحه للساده المشاهدين يعني مثل ما قال دكتور نادر يعني دائما خير الامور الوسط يعني لا افراط ولا تفريط يعني لا افرط في الشيء بشكل مبالغ فيه جدا 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 فينفر يعني ابني مني ولو فرضت اترك الحبل على الغارب ف يعني يذهب ايضا ويعني دائما يعني ان اكون حازما وليس قاسيا ان اكون متسامحا وليس متسيبا، ولابد ان استخدم العلم والعقل فنحن هنا في مجتمع يكفل حريه الفكر والعقل, والعقل والعقيده والاختيار الجندري، الاختيار الجنسي. لابد ان اعرف اين انا فاتحدث لابني بلغه المجتمع الذي يعيش فيه. لا يمكن ان اتحدث لابني بلغه مجتمع عشت انا فيه ولكنه هو لم يعش فيه ولا يعرف عنه شيء، لابد ان احدثه بلغه مجتمعه باستمرار ان افكر معه وليس عيبا اطلاقا ان اقول لابني لا اعرف، ليس عيبا. لان يعني العيب الاكبر هو ان اقول لابني نعم اعرف واقول له كلام فارغ ثم يكتشف من الخارج انني ضحكت عليه او انني لست لا اعرف هنا تكون المشكله الاكبر فيفقد الثقه في انا كاب او كأم ايضا علي ان انتبه الى افعالي وليس اقوالي فقط فاذا كان هناك اختلاف كبير جدا بين افعالي واقوالي ودائما اقول ما لا افعل هذا سيحدث اضطراب داخل ابني يعني ابني ينظر دائما الى افعالي اكثر من اقوالي وابني او بنتي ليس ملكا خاص بي ليس سيارتي هو ليس سيارتي وليس هاتفي المحمول فكل المطلوب مني هاتفي عندما تفرغ البطاريه ان اقوم بشحنه عندما تنتهي الوقود من السياره اقوم بملاهب الوقود مره اخرى؟ كلا. ولكن الطيار السياره والهاتف المحمول ليس له اختيارات ولكن ابني وبنتي لهم اختيارات. هو كائن حي، كائن حي محترم، لابد ان احترمه واقدره ولا اتعامل معه بهذه السلطويه لكي ينشا في جو مستقر وينشا شخصا صالحا لنفسه ولاسرته ولمجتمعه. مشاهدينا الكرام في النهايه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه دائما حتى نلتقي بحضراتكم على كل خير الى اللقاء